هذا وبدأت الفرق الطبية أعمالها في نقطة الهنجر عند مدخل مدينة تعز لفحص القادمين إلى المحافظة ضمن الاحترازات من وباء كورونا ونقل الحالات المشتبه بها إلى مراكز الحجر الصحي. وكانت السلطات الصحية قد نفذت مساء الأحد بمحافظة تعز نفت صحة الأنباء التي تحدثت عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المحافظة. وأكد مكتب الصحة في بيان عدم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بكورونا، ومهيبا بوسائل الإعلام ونشطاء التواصل الاجتماعي إلى عدم التعامل مع أي أخبار بشأن فيروس كورونا ما لم تكن صادرة عن غرفة العمليات التابعة لمكتب الصحة والسكان في المحافظة. ندشن اليوم من نقطة الهنجر في منطقة الضباب غرب مدينة تعز مشروع مبادرة الشيخ حمود سعيد المخلافي لمواجهة فيروس كورونا. مشروع المبادرة يتضمن الكثير من المسارات، أبرزها تجهيز فريق طبي متكامل ومتخصص في عملية الفحص الطبي عبر أجهزة تقنية حديثة ومتطورة في عملية كشف الإصابة وأعراض الإصابة بفيروس كورونا. وللحديث عن هذه الإجراءات في مدينة تعز ينضم معنا مراسلنا عبد العزيز الذبحاني. أهلا وسهلا بك عبد العزيز، يعني ما أبرز الإجراءات التي اتخذتها الجهات الصحية في المدينة الآن؟ مرحبا هشام، هناك العديد من الإجراءات التي تقوم بها السلطات الصحية منذ الأسبوع الفائت. السلطات الصحية تحركت على الصعيد الميداني على حملات رشد بدأت منذ السبت، مساء السبت وصباح السبت، في تعقيم المنشآت الصحية كالمستشفيات وأسواق القات وأماكن التجمعات العامة. في الأمس عقمت السلطات الصحية مستشفى الجمهوري وأيضا المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان، وأيضا هناك تحركات أيضا لبعض المؤسسات العامة الخاصة كحديقة جاردن سيتي أغلقت أبوابها أمس كاحترازات وقائية لمنع تفشي الفيروس. هناك أيضا تحركات في عدد من الجهات، والمبادرات الشبابية والمجتمعية تتحرك في الميدان. نعم. كلها جهود ذاتية، لا وجود لأي عمل بدعم من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حتى الجهود التي يقوم بها مكتب الصحة بحسب مصادر خاصة من مكتب الصحة تقول بأن ما يقوم به مكتب الصحة هو بجهود ذاتية ولم تتوفر الإمكانيات والدعم اللازم لمجابهة الفيروس. نعم، يعني الآن الخبرة البسيطة في مواجهة هذا الوباء أصبح معلوما للجميع بأنه يسير في مسارين، يعني مسار حكومي وإجراءات حكومية طبعا على رأسها وزارة الصحة، ومسار التفاعل المجتمعي مع التنبيهات والإجراءات التي تقوم بها الجهات المختصة الصحية. كيف تفاعل المجتمع في تعز مع الإجراءات الصحية، ويعني كيف كانت التوجيهات من الوزارة للسكان بداية؟ في الحقيقة توجيهات الوزارة كانت بإغلاق المدارس وعزل الناس في منازلهم، لكن المواطنون لم يكترثوا لهذه الإجراءات كونها كانت إجراءات على مستوى المدارس، وكونها كانت إجراءات أيضا دون أن يرافقها إعلام عن حالة إصابة. المواطنون لم يشعروا بالخطر حتى اللحظة، كون السلطات لم تعلن ولم توثق أي حالة إصابة حتى اللحظة. هناك ما زالت أسواق القات تكتظ بالمواطنين والتجمعات وأيضا المطاعم. وهناك بعض الإجراءات أيضا الاحترازية في الحقيقة كإغلاق النوادي والمنشآت، بعض المنشآت السياحية، وما زال برضو أيضا المواطنون يقيمون الأعراس ويحيون الاحتفالات. نعم. دون الاكتراث للمخاطر التي يحملها الفيروس. نعم. ويصعب على دول عظمى مجابهته. صحيح. بينما نحن في مدينة تعز خاصة يعني نفتقر لأبسط الإجراءات الصحية الاحترازية من هذا الفيروس. نعم، نتمنى السلامة للجميع. شكرا لك مراسلنا من تعز عبد العزيز الذبحاني، وهي مسؤولية
جماعية.